في مباراة اليوم السعودية وبنما كان متواجد مساعد مدرب منتخب الأرجنتين وعدد من أعضاء الجهاز الفني. تابعونا يا بدر وراح يلعبون مع منتخب الإمارات بعد أيام حتى يعرف أسلوبك. مباراتنا الأولى هي المباراة المهمة اللي المفروض ركز عليها رينارد، لأنها هي التي إما أنها يعني ستجعلنا ننهار تماما كفريق كمنتخب، أو أنه والله تمنحنا مزيد من الثقة في النفس